سلام يا زومبي، شي اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم هي لا فيديو اللي قلت لكم غادي نحبس وغادي نبدا لكم فلوغ، دونك ان شاء الله كنتمنى ان الفلوغ ديال اليوم يكمل مزيان ويكون هو هذاك. فوالا ان شاء الله غادي نخرجوا وغادي نمشيو ان شاء الله سي تو فابيا، غادي نمشيو لايغوبور ديال الرباط لواحد الغرض، ومن بعد ان شاء الله غادي نضربوا دويره هكا في الرباط ان شاء الله سي تو فابيا. واهم حاجه اللي باغا نديرها هي ديت هادي ديال البوطه. البنات هضر ماشي وسخ، هضر غير دابت، هادي كلها دابت دابت كلها دابت. هاد لا مارك اللي سميتها سيلفيرلي، ما تاخدوهاش نهائيا، كارثه كارثه في هادو، لان ما عمرني ما شفت هادو كيذوبوا، هادو كيذوبوا. هادي الاولى، وثاني حاجه الفران كيدير واحد السطع اللي خارق ولا هوت وجودها مثل عدمي. دونك هاد لا مارك ما تاخدوهاش. كاين بزاف ديال لي مارك لي رخاص وزوينين. هادي جو سي با صراحه واش رخيصه ولا غاليه، لان ملي جينا لقيناها ديجا محطوطه. هي البوطه كطيب مزيان، ولكن هاد السوارت راهم كارثه كلهم تيذوبوا. دونك فوالا هادشي اللي كاين، دونك ان شاء الله ليتس جو. وهنا وصلنا، اول حاجه مشينا هي الغرض اللي مشينا على قباله، ومشينا لايغوبور ديال الرباط سلا. قدينا فيه كيف قلت لكم الغرض ديالنا، ومن بعد مشينا درنا. انا كتعجبني مدينه الرباط، كتجيني مختلفه بزاف على كازا، واخا هما بجوج مدن اللي هي كبيره، ولكن كتجيني مختلفه عليها بزاف. كنت كنمشي لها بزاف، كنخرج فيها غير الويكاند، بحكم انني كنت ساكنه في مدينه قنيطره لمده ديال 3 سنوات. كنا ملي كنبغيو نخرجوا كان مره كنخرجوا في قنيطره غير بوغ بروندغ ان كافي ولا شي حاجه، ولكن بوغ لي ويكاند ديك الساعات مكانوش عندي لي زونفون، ولا كانت عندي نادا غير باقا صغيوره، بقى عندها شي 3 ولا 4 موا، كنا دائما تنهبطوا للرباط كندورو فيها كنمشيو للمول. دونك كانت مدينه اللي فريمون كتعجبني، وعندي معها ذكريات، لانها كانت فواحد الفتره في حياتي اللي كنت كنمشي ليها بزاف، اونتر تقريبا 2010 و 2013 فوالا، كنت كنمشي لها بزاف. مدينه اللي فريمون زوينه بالنسبه للناس اللي ساكنين في كازا ولا قنيطره ولا اي بلا ما تكون عندكم طوموبيل، تقدروا تمشوا تنزلوا في لاكا وتمشوا تشوفوا واحد الاماكن اللي هي زوينه. بالنسبه لي انا كتجيني مختلفه على كازا، واخا يقدروا الناس اللي ساكنين فيها يصحوا لي يقولوا لي لا راه حتى هي فيها اماكن بحال كازا، المهم انا كتجيني بالنسبه لي انا كازا بلانكيز كتجيني هي مختلفه على كازا. سي بيان دوماج ما صورت لكم والو في غابه، باسكو التليفون ديالي ديشارجا. هنا كنت كنهضر، حطيت لا فيديو سوغ يوتيوب، ولكن ما عنديش الحق لان دوا دوتور كانت الموسيقى بزاف مجهده في ماكدو. دونك التليفون هنا حطيته يتشارجا في البلاصه اللي كنت جالسه فيها، وباش هكا نقدر نكمل ونصور لكم. وهنا في الغوتور جلسنا في هاد ستاسيون ديال بوزنيقه، ديال بوزنيقه باسكو لي زونفون واخا تغداو داكشي بغاو يجلسوا في ماكدو ياكلوا ايتو. وانا جلست خديت غير قهوه وحليب، ما تنبغيش انا اصلا الماكله ديال ماكدو صراحه ما كتعجبنيش كضرني. وهنا بغيت غير نبارطاجي معكم لي زاكسيسوار اللي كندير، غادي نحاول نخلي لكم هنا في الاي ولا حتى في الاخر ديال الفيديو غتلقاو لا فيديو ديال هاد لي زاكسيسوار اون ناسي اينوكسيدابل اللي كنستعملهم بشكل كبير. هنا كندير هاد لاليونس ديالي، وفوالا هاد لي بوكل دوغاي. بالنسبه لهادي ديال العنق، ولكن انا من الناس اللي كيخنقهم شي حاجه اللي كتكون هكا في عنقي، سورتو جاتني واقيلا مقجوج على عنقي باسكو ما عرفتش، واقيلا حيت انا زائده في الوزن بزاف، داكشي علاش رجعت كنديرها في يدي، ولات كتعجبني هكا في يدي، ما كانش كيعجبني سبحان الله. كيف قلت لكم في الفيديو ديال 3 قبل من هادي، قلت لكم انني سبحان الله اختلفوا فيا بزاف ديال الحاجات، من بينهم انني وليت كنبغي ندير بزاف الحاجات في يدي ولي زاكسيسوار. عموما انا انسانه سامبل، ولكن سبحان الله بزاف الحاجات تبدلوا. المهم هنا بغيت نبارطاجي معكم لوساك ديالي، سي فري كو هنا تقشر لي غير واحد شويه من هنا وهنا، ولكن هاد لوساك عندي عزيز كان جابته لي حالا اختي في لافيت دي زامور. حنا كعائله بما انني ما عنديش خوتي بزاف، عندي غير اختي وحيده وعندي خويا واحد، وبجوجهم بعاد عليا كاينين في مراكش، غوزمون لي ماما حدايا كاينه في مدينه المحمديه. دونك في لافيت دي زامور هنا هذا انا واختي وخويا كنعطوا لبعضياتنا دي كادو، ماشي المهم يكونوا دي كادو اللي هما غاليين، ولكن نتا هذا فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. وانا بغيت نبارطاجي معكم هاد البورتفوي ديالي، هذا راه قديم قديم. هاد البورتفوي انا عاقل عليه، عندي متاكده انني وقيله قبل ما نتزوج، دونك ديال 2009. انا كنقاد في التليفون ما كايناش انا هنا، اون اتوندون تجي الماكله لي زونفون. هذا لا، هنا جات الماكله بما انني كنجبد لهم لي جوي ديالهم. هنا بالنسبه لوليداتكم اللي كيعجبهم لي دينوزور، هاد الفتره راه كيديروا لي دينوزور. المهم ولدي كيحمق عليه واخا عنده جميع انواع ديال لي دينوزور، الا شاف غير شي واحد في الزنقه لابس شيبي وفيه دينوزور كيمشي كيجري عنده بحال تلقى مع شي مغربي في الغربه.
سبحان الله. فوالا انا غنوريكم هذا الديناصور اللي لقاه. انا بصراحه جاهله في هذه الامور ديال الديناصور، كنعرف السميه ديالو ولكن ماشي بزاف. بون هذا عجبو كيتحرك ايتو في هذه البيضه ديالو. فوالا هذا ديال صوفي مارتان. هاد صوفي مارتان كانت واحد لا مارك اللي كانت في شارع موسى بن نصير. ديك الساعات انا كنت خدام في شارع الجيش الملكي وهي في شارع موسى بن نصير، كنت كنمشي لها بزاف وكناخذ من عندهم بزاف. وراه غنحاول هنا نحل لكم البورتفوي ديالي وتشوفوا كيفاش داير فريمون. واخا شويه ما بقاش هو هذا كيف كان في الاول، ولكن صراحه باقي زوين وباقي غزال. اليوم كل مره كنحاول نوريكم واحد شويه من الشخصيه ديالي، كنبارطاجي معكم شي حاجات اللي هي بسيطه ولكن غتقربكم مني بزاف. وهنا خديت قهوه وصافي، هنا درت البساله، خديت السكر. صافي لونطون ما خديت كافي بسكر، صافي لونطون ما خديت السكر عموما، ولكن هذه المره خديت شويه ديال السكر. ملي كنكون فرحانه شي حوايج كيتبدلوا فيا. غتقولوا لي علاش فرحانه؟ ما كاين حتى شي سبب ليه الفرحه، غير هي الانسان ملي كيمر بزاف ديال المشاكل، ولا كيبدا يكبر في السن، ولا كيبدا كي حوايج اللي بصات كيبداو يفرحوه. كويس القهوه، خرجه، زقزقات العصافير، الاشياء التافهه كيوليو يفكروا. وسبحان الله هنا حليت هاد الجيغي، جاني هذا هو بحال المود ديالي حاليا. وليت فحال هكا، وليت كنحاول ناخذ نستمد الفرحه من الاشياء البسيطه اللي هي فيا. وندمت على اي فتره كانت في حياتي زوينه وما رديتش معها البال، ولا كان عندي ما نقولوش اكتئاب، كآبه من الاشياء التافهه، الاشياء الماديه. باغا نوصل لهادي، باغا نشري هاد الطوموبيل، باغا نلبس هاد اللبسه، باغا خصني هاد لاصوم، ولا كيجيني هذاك الشيء كله ما هو مادي، كله كيجيني تافه تافه لدرجه كبيره. وكيف كتقوم وليت كنتمتع باللحظات البسيطه. جلس انا وصاحبتي سناء تنشرب قهيوه، كنهضر انا وصاحبتي زينب، كنهضر مع ماما، كنهضر مع ولاد اختي، تنهضر مع وليداتي. هادو اشياء اللي ولاو كيفرحوني بحال طلعت للفضاء، بحال ما عرف شنو وقع. عموما هاد الشيء ماشي ساهل باش الانسان كيوصل ليه، كيوصل ليه لتوالي الفشل، لتوالي المشاكل، الخبطات في الراس كتكون بزاف. ومع السن الانسان كل ما كيكبر كل ما كيبدا يدير عقله. ماشي الشخصيه ديالو اللي كتختلف ولا الشخصيه ديالو اللي كتقوى، لا، غير هو كيولي كيتقبل بزاف صدمات، وكيولي بزاف الامور كيعرف الفرق ما بين المادي والمعنوي، وكيولي كيعرف بحق اللمه ديال لا فامي، وكيولي بزاف الحاجات كيميل ليهم، تيميل توسكيه تقليدي. وفوالا هنا رجعنا للدار ولي زونفون زربت عليهم، صوبت لي كروك مسيو ديال بلعاني. المهم قبضت الباندومي كومبلي، قليت لهم بالبيض والحليب بطريقه العاديه، وعطيتو لهم مع شويه ديال الحليب. صافي عجبهم سبحان الله، ما كتعجبهم حتى شي حاجه ولكن هذا فريمون عجب. ملي جيت لقيت كيتسناني هذا الخير كامل ديال طويال الحوايج، طويتهم كاملين وحطيتهم سيغ لو كانابي باش نعاود نرجعهم بلاصتهم. هنا كيف قلت لكم جبت الحوايج ديال الشتا ديال ولادي باش نبدا نصبرهم. يلاه يلاه، لان عموما البرد قرب. كنتمنى الفيديو يتنال الاعجاب ديالكم، تكونوا ضحكتوا معايا واستفدتوا، شفتوا شي حاجه جديده. تشاو تشاو.